السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم جزء من سلسلة جرد المكياج. احاول قد ما اقدر في هالسلسلة ان اجرد كل المكياج اللي عندي، وياكم اشوف شو الاشياء اللي بحتفظ فيها وشو الاشياء اللي بطلعها. الاشياء اللي بطلعها بتصير اما حق حد من خواتي او صديقاتي، والاشياء طبعا اللي بحتفظ فيها بستخدمها. في هاي السلسلة سويت اوريدي فيديوين، واحد عن الفاونديشن وواحد عن الكونسيلرات، بتحصلهم في صندوق الوصف تحت. اما اليوم فدور الماسكارات. اوكي، اعرف الماسكارات اللي عندي وايدة، بس انتو تعرفوني انا وحدة وايد احب الماسكارات، واحب يوم استخدم الماسكارة استخدم نوعين او ثلاثة، احط 3 كوتس فوق بعض، فاحب ان استخدم كذا وحدة. الماسكارات المفروض كل 3 شهور تبدلينهم، ما تطول، اذروايز بتسوي لك حساسية في العين، تأثر على الرموش نفسها، فدايما دايما احرصي انك كل 3 شهور تطلعين الماسكارات وتبدلينهم. هاي الماسكارات في بينها الماسكارات الجديدة اللي توني فاتحتها، مثل هاي مثلا، هذه فاتتنها من فترة قريبة، وفي ماسكارات لا خلاص كملت 3 شهور فلازم اطلعها. فتعالوا لي اراويكم الماسكارات واقولكم شو اللي افضلهم اكثر عن الباقيات. هاي الماسكارة من كيكو خلاص لازم تطلع لان كملت 3 شهور، كانت ليميتد اديشن. كذا فرشاتها وايد حلوة، فرشاتها حق تمشيط الرموش السفلية عجيبة، وايد وايد احبها. عادة كيكو ينزلون هالنوعية من الماسكارات بس يغيرون الباكج، بس يردون ينزلونها في كولكشناتهم، فاكيد برجع احصلها. فهذه بتطلع الماسكارات اللي بتطلع خلاص بتخلص منها لان ما اقدر استخدمها زيادة. ماسكارة تلسكوبيك من لوريال، هذه ما اظن انها الحين موجودة عندنا، من زمان كانت موجودة، انا اطلبهم بالكميات، عادة اطلب 6-7 في امازون موجودة، وين بعد؟ والله ما ذكر في امازون. هاي تلسكوبيك اكسترا بلاك، الحلو فيها انها تفرق الرموش وتطولهم. كذا فرشاتها وايد مميزة وصدق احبها، يعني كل 3 شهور تخلص عني وحده واطلعها. هاي اخر حبه للاسف، اوريدي كملت 3 شهور فهذه بطلعها، يبالي اطلب منها. من ماك فورز لاشز، ماسكارات ماك على فكره وايد احبها. قبل سنين كنت ما استخدم ماسكارات ماك لان كانت الفورمولا مالها تحرق عيني، كنت قبل 5 سنين تقريبا 4-5، بس عقب اكتشفت انهم غيروا الفورمولا او انا عيني خلاص ما قامت تحسس منها، فقمت استخدم ماسكاراتهم. ان جنرال وايد وايد حلوه ماسكاراتهم. هذه تعطي كثافه للرموش، كذا شكلها، وايد هذه احبها، وديده ما كملت عندي 3 شهور يمكن شهر تقريبا، فهذه بحتفظ فيها، احبها صدق احبها. من كلارنس عجيبه، هذه تطول الرموش، تكثفهم، تفرقهم، بتاعت كله يعني. حلوة كذا فرشاتها، تعجبني صراحة مالت كلارنس، وأحب دائما أرجع لها. هذه بعد جديدة يمكن من شهر تقريبا فاتحتنها، فأكيد بخليها بحتفظ فيها، وغالبا تكون عندي منها يعني باك اب مالت كلارنس، لأن من الماسكارات اللي دائما دائما أرجع لها. من كيكو واحدة من ماسكاراتهم ليميتد اديشن، انا وايد على فكرة احب ماسكاراتهم ليميتد اديشن، نفسها تكون بس يغيرون الباكج. هذه كذا فيها كيرف، حلوة بنات حلوة، انها تكثف الرموش، تعيبني لهالشي، تعطي رموش كثافة، خصوصا انه على الجذور خلاص رموش العلوية وحتى السفلية، وامشط فيها اتجنن. الفورمولا مالها حلوة، هذه يبالها مال شهر زيادة، فبعدني بخليها. من بوجوا اللي هي تويست اب ذا فوليوم، وايد احبها هذه وايد. في منها نوع ثاني الكاب مالها اسود، هذه شي اظن مبلم جربتها، بس هاي البنفسجية دايما انا ارجع لها، اللي هي عبارة عن فرشاتين، الاولى بتكون كذا تحسين هذا من فوق، فالاولى تكون لك طويلة شي شكل الفرشاة، او اذا تحسينها تسوي الفرشاة كذا أطول. وايد تعيبني لأنها تفرق الرموش وتخلي شكلهم مرتب، وبعدين من الدرج ستور فسعرها يعني زين، دايما أرجع لها. هذه بعدها ما كملت 3 شهور فبعدني بستخدمها. هذه عبارة عن برايمر، كذا شكل الفورمولا،
لونها ابيض. استخدم هالمسكرة قبل المسكرة العادية ان تسوي برايمينج حق القموش او ان طبقة على القموش قبل ان تكثفها يوم بحط عليها مسكرة عادية. ما شفت انها يعني شيء مميز هالكثر. اوكي كوت زيادة ممكن شوي تعطي غلط بس مو بوايد، بس لانه اوريدي فاتحتنها يعني فبستخدمها، لكن ما ادري ما افكر ان ارجع اشتريها لان ما شفت انها واو. هذه لا هاي لازم تكون عندي من لوريال، عجيب وايد هذه حلوة. هذه قريبة من Better Than Love بس طبعا من لوريال. شذا فرشاته احبها تكثف القموش تعطيهم طول تفرقهم، يعني اذا بستخدم مسكرة واحدة وهالشي نادر طبعا بستخدم هذه او بستخدم اللي هي Better Than Love روحها حلوة وايد حلوة موجودة هذه في ستاندات لوريال. وبما ان طرينا Better Than Love مسكرتي اللي ما استغني عنها كل 3 شهور اعق وحده واطلع وحده من الباك اب، يمكن عندي 5 او 6 في الباك اب. شذا فرشاتها عجيب بنات وايد هذه حلوه وايد، تكثف القموش تطولهم تفرقهم حلوه، احس انها ما ادري ما اقدر استغني عنها. قبل كنت وايد احب مالت شانيل بس عندي هذه الحين خلاص من فتره هي توب بالنسبه لي ودائما حتى اتكلم عنها. من إيزادورا هاي المسكرة اللي عيبني فيها، شوفوا شكل فرشاتها انها تفرق القموش، ما تسوي لي اي شيء ثاني غير انها تفرق القموش. اعتقد ان هذه كل نهاية الشهر وخلاص لازم اطلعها، فابا اخذ منها باك اب. عادة هذه لازم تكون بعد عندي لان اخر خطوة تكون عندي استخدم هذه تفرقهم وتخلي شكلهم مرتب، ما تعطي كثافة ما تعطي طول، بس انا بالنسبة لي ترتب لي شكل القموش فمن كذا احبها واستخدمها. من ريميل سكاندل اي هذه وصلتني قبل فترة في علبة جلام بوكس بس منسين كنت استخدمها وارجع لها مرات. كذا فرشاتها عودة، عيبها ان الفرشاة شوي حجمها كبير فلازم تحاسبين يعني يوم انت تمشطين قموشك لان يعني مقارنة بباقي الفرش هاي شوي عودة، لكنها حلوة تعطي كثافة. الشيء اللي انا يعيبني فيها ويمكن حد من بنات ما يعيبهم ان الفورمولا مالت تجافة، احب الفورمولا الجافة ما احب الفورمولا اللي وايد كذا ويت وفي كل مكان ولازم اتري انها تنشف، لا هذه اوريدي الفورمولا مالها نوعا ما جافة فهاللي يعيبني فيها. اقولكم هاي النقطة لان عرفنا في بنات ما يحبون الفورمولا الجافة، عندي واحدة من ربيعاتي تكره اذا المسكرة الفورمولا كذا مو برطبة وايد سائلة لكنها حلوة. ومن ريميل من بنفيت ديريل عدنا تعرفوني هذه وايد احبها وايد اطريها، كذا شكل فرشاتها غريبة وفيها كرة اخر شيء حلوة هاي الكرة ان الرموش الصغار اللي على طرف العيون احب امشط فيها. الفورمولا مالها تعيبني، احد البنات يقولون انها ما تنشل بسهولة، انا عادي عندي تنشل، في وايدات يحبونها وفي وايدات ما يحبونها فهو يعتمد بعد عليك. انا تعيدني صراحة بس خلاص كملت 3 شهور فهذه لازم اطلعها ويبالي اخذ منها، اظن عندي منها باك اب بس خل اخلص الكمية اللي عندي. من كيكو بعد من الليميتد اديشن واحدة من المسكرات، شوفوا بس قراصها صغير وكيوت وطريف، هذه حلوة لتفرقة القموش وتطولهم. الفورمولا بعد مالها حلوة تعيبني هذه بس بعد خلاص هاي كملت 3 شهور فلازم ان اطلعها واكيد بحصلها في كيكو. انا قلت لكم ترجع تنزل مرة ثانية او تكون غالبا في الكوليكشن الدايم بس بعلبة سودة. من The Balm Mad Lash هذه اشتريتها ايام السيل من موقع The Balm بس طبعا ما فتحتها على طول. كذا فرشاتها كانوا هنتين ويا بعض وايد يمدحونهم وايد، صراحة حلوة. اللي عيبني فيها انها حلوة التطويل للقموش تعطيهم كذا طول، بس كذا تعطي كثافة واستخدمها هذه انها تعطي طول للقموش وايد بنات عيبتني، ناوي ان شاء الله اكتب عنها ريفيو. ما كملت 3 شهور فهذه بحتفظ فيها. من ات كوزمتكس هاي المسكرة كانت هدية في طلبية شيء كذا، اسمها سوبر هيرو كذا فرشاتها بنات حلوة انها تعطي كثافة للقموش والفورمولا مالت تعيبتني وايد حبيتها هذه، ويوم قريت عنها ريفيوز لاحظت وايدات بعد يعني يمدحونها فهالشي حمسني ابى اطلب الحجم الكبير. اوريدي كملت عندي 3 شهور هذه بتطلع، تحبين تطلبين اونلاين جربي اطلبيها من ات كوزمتكس اذا تبغين شيء انه يعطي كثافه للقموش. من ماك اللي هي بولد اند باد لاش احبها وايد احبها هذه، هاي عباره عن مسكرتين في بعض
الأولى كذا راسها صغير تايني وايد حلو، وهذا الراس تمشي الرموش السفلية، والراس الثاني هذا وايد 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 أحبه، هذا الراس حلو يعطي كثافة للرموش وايد تعجبني، أوردي مخلصة منها واحدة من قبل، وهذه الثانية بعدها ما كملت الثلاث شهور، هذه يبالها مال شهر زيادة فبعدني بستخدمها. هذه نفس ريميل الفورميلا مالتها جافة، عشان كذا بعد يمكن أحبها أنا وايد، بس اللي ما تحب الفورميلا الجافة ما بتعيبك الفورميلا مالت هذه، واللي عيبني فيها نقلت لكم مسكرتين ويا بعض. من تارت اللي هي لايت كاميرا لاشز، هذه يمكن ثالث مرة أجربها كذا، الفرشاة مالتها هاي صغيرة كانت من ضمن طلبية، ما أعرف ليش ما حبيت هاي المسكرة، يعني هاي من أشهر المسكرات اللي عندهم في تارت، قبل سنين كنت طالبتنها ومرة بعد كانت وصلتني هدية في ضمن طلبية شيء كذا، قلت بجربها ثاني مرة. الحين جربتها بعد، اللي ما يعيبني فيها إنها تخلي موشي يلصقن في بعض، يتكتلن على بعض، يمكن الفورميلا مالتها ما أعرف ليش حسيت إنها ما ناسبتني، فهذه أوردي بتطلع، ما كملت ثلاث شهور بس أصلاً ما أستخدمها وايد، لأن قلت لكم وايد تلزق رموشي في بعض. من انجلوت لاش انهانسر احبها، هذه من احلى المسكرات كذا، فرشاته الفورميلا مالتها تعجبني، فرشاتها حلوه تعطي كثافه تعطي طول للرموش، وايد 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 تعجبني، واحدة من ربيعاتي تكرهها ابدا ما تحبها، لان هي عندها هاي المشكله تقول لي هذه تلزق لي رموشي في بعض، دي كيف تحبينها؟ قلت لها احط طبقه واتغيى انها تنشف، ما احط طبقتين فوق بعض. نوعا ما الفورميلا مالتها ويت او رطبه، انا ما احب وايد الفورميلا الرطبه بس هذه حلوه، ما اعرف كيف اشرح لكم اياها، لان وايد تعجبني ومخلصه منها كم من علبه من قبل، هذه قبل فتره بسيطه ما اخذتها، فلا هاي اكيد بتها. من ماركه برونكس سكيني ماسكارا، الماركه عجيبه بس كيف الماسكارا شقه تايني وايد رفيع. هذه موجود الماركه في ميك اب لاب في لامير، حلوه الماركه، جربت منها اشياء وايد، فهاي المسكره حلوه لتمشيط الرموش خصوصا الرموش السفليه، اذا بعد رموش طويله شوي تفرقهم، لكن هاي خلاص كملت اوريدي ثلاث شهور عندي اكثر بعد، من فتره ما استخدمها لان ناويه اعكها بس مخلتنها حق هالفيديو. يعني من كيكو من كوليكشن جرين مي فوليوم ماسكارا، هذه كانت نازله قبل فتره بسيطه، اعتقد بعدها موجوده عندهم، كذا شكلها شوي عوده وفيها كيرف بسيط، هذه تعطي نوعا ما كثافه، كنت فاتحتها يمكن من اسبوعين او ثلاث، فبعدها حتى ما كملت الشهر، فاكيد هاي بحتفظ فيها. اخر ماسكارا من تارت، وهاي ايدد ماسكارا انا شاركتها تارتيست، هذه وايد احبها، كنت مستخدمتها قبل، كذا فرشاتها تعطي كثافة تعطي طول تفرق الرموش، من المسكرات العجيبة أنا وايد وايد هذه حبيتها، كنت نجربها الحجم الصغير وهالحجم الكبير، وطبعا رديت طلبتها. وهذه يا حلوات المسكرات اللي بتخلص منها، أوكي العدد مو بكبير بس بالنسبة لي أوكي، وهاي المسكرات اللي بعدني أستخدمها وحبتنها وما كملت فترة الثلاث شهور، مو بالمفروض تفتحين كل هالمسكرات مرة واحدة، بس قلت لكم أنا أستخدم أكثر عن مسكرة في المرة الواحدة من كذا أستهلكهم. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب، وها بعد ما يكفينكم تسوون سبسكرايب عشان تشوفون فيديوهاتي، لا في علامة الجرس تحت، هوسي على العلامة عشان يوصلك كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.